هناك أفعال كثيرة تقوم بها المرأة في الأيام العادية وتفعلها أثناء حملها، متجاهلة أن تلك الأمور قد تؤذيها وتؤذي جنينها أيضا. فهناك من لا يأخذن المكملات الغذائية، ومنهن من يمارسن الرياضة العنيفة في الأشهر الأولى، ومن لا يشربن المياه بكثرة. فما الصحيح وما الخاطئ من بين هذه الممارسات؟ كل هذه الممارسات الخاطئة وأكثر نوضحها اليوم مع الدكتورة دينا الشربجي، اختصاصية أمراض النساء وولادة، والتي تنضم إلينا في الاستوديو. أهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا. شفت اللي بترفع أثقال؟ شفتها هي يعني. في بعض السيدات بتبقى معتادة أنها تقوم برياضة عن تعب رياضة عنيفة. بننصحها في أول 3 شهور من الحمل أنها تتجنب الرياضة العنيفة، أنها ممكن تمارس رياضة عادية زي المشي، الهرولة، السباحة الخفيفة، مش السباحة العنيفة برضو، لأنه النساء عندنا يعني أنه بمجرد ما تعرف أنها حامل بنقولها ترتاح، ما يخلونها حتى يعني لا 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 ما تشيلش حاجة وهنجيب لك الأكل على السرير والحاجات دي. هل هذا صحيح؟ لا لا، هو احنا المفروض نتعامل مع الحمل ان هو حاجة فسيولوجية، مش ان الإنسانة دي مريضة، دي حاجة عادية بتحصل، وربنا خلق الست كلها بتحمل، فدي حاجة عادية تمارس حياتها عادية جدا. بس دايما التجربة الأولى بتبقى صعبة بالنسبة للحمل. التجربة الأولى بتبقى صعبة شوية، بتبقى الأم حريصة على بنتها فتديها شوية نصايح، لا ارتاحي، لا ما تعمليش حاجة، تيجي بنت خالتها وبنت عمتها كل واحدة بتقول نصيحة، كل واحد يقول معلومة هي تمشي تبع ايه، تسمع ايه او تقرا مثلا على الانترنت او بس كلام الدكتور اللي تلتزم فيه. هو احنا طبعا بننصح اي ست حامل ان هي تتبع نصايح الدكتور بتاعها اللي يقولها لها، وبنحب نطمن كل الستات ان الحمل ده حاجه عاديه تتعامل بحياتها الطبيعيه جدا. بس في بعض الممارسات الخاطئه يجب ان الست الحامل تتجنبها، يعني من ضمنها مثلا الرياضه العنيفه، السباحه يعني لفترات طويله ومسافات بعيده، دي بنعتبرها رياضه عنيفه. شيل الاثقال، انما ما اقدرش امنع ستات هي لو هي متعوده تروح الجيم ممكن تروح تعمل رياضه من 20 ل 30 دقيقه 4 مرات في الاسبوع. من اي شهر؟ من اول يوم في الحمل عندها لو هي معتاده على ذلك. انما احنا بنركز على الرياضه في اخر 3 شهور عشان نسهل عمليه الولاده، لان ممارسه الرياضه لكل انواع الحمل الرياضة مستحبة في الأمور العادية. في بعض الحالات الخاصة، وده الدكتور اللي بيوجه الأم فيها، يعني في بعض الحالات الخاصة بيبقى في ست مثلا حملها ضعيف شوية، بينزل عليها دم، المشيمة بتكون نازلة لتحت، بنقول لا تتجنب الرياضة، الأفضل إنها ترتاح. تمام كده، وكل حمل بيبقى له حالة خاصة. من اعتادت الولادة في الأمور العادية، الحمل العادي اللي ما فيهوش مشاكل عادي جدا الست تمارس الرياضة بشكل طبيعي، بس نتجنب رياضة عنيفة. من اعتادت الولادة يعني مش الولادة الطبيعية والولادة القيصرية مثلا، هذه تنصح بلعب الرياضة ولا ترتاح؟ ما فيش مشكلة خالص، بس بتتجنب الرياضة العنيفة. تمام كده، ما تشيلش اثقال تقيل، بس تلعب رياضه. طبعا، لان دي حاجه صحيه، لان بتحافظ على جسمها، ما تزيدش زياده كتير في فتره الحمل، بيحسن الفتنس بتاعها. تمام كده. في سيدات بيفكروا انه طالما عدت الولاده الاولى بكل امان وكل سلام، انه بعد كده الولادات الثانيه هتبقى اسهل وابسط، ولا بتختلف على حسب كل حمل له طبيعته. يعني كل حمل له طبيعته، بس بنقول معظم الحالات، نقول 95% من الحمل بيبقى امور عاديه وطبيعيه. بس احيانا الست بتواجه، يعني ممكن حملها الاولاني كان عادي جدا، ممكن لا قدر الله في الحمل الثاني نلاقي المشيمه نزل تحت شويه، بيجي لها تقلصات مبكره، فبنتعامل معها لانها حاله خاصه. طيب خلينا ايضا نسال من الممارسات اللي المفهوم يجب على المراه ان الحامل ان تاكل عنها وعن لا، دي برضو من المفاهيم الخاطئه، دايما الام تقول لها انت بتاكلي الاثنين كلي كويس. احنا بنحب نفهم الست ان هي تاكل اكل صحي، الاكل الصحي المفيد مش كميه كبيره، بس وجبات الخضار نبعد عن الخضار، نبعد عن الدهون عشان الفتنس بتاعها يبقى كويس، يبقى التمثيل الغذائي عندها كويس، يبقى عندها قوه، ويعني تقدر تمشي وتمارس حياتها العاديه. بس الكميه المعتاده عليها ولا تزيد؟ الكميه المعتاده اللي هي معتاده عليها، وبنقول لها ما تاكلش 3 وجبات بس رئيسيه، لا هي محتاجه على الاقل 3 وجبات وفي سناكس ان بتوين، عشان يبقى كل ساعتين ثلاثه بتاخد حاجه صغيره تديها باور. نقول لها مثلا بتاكل قطع، يعني بتاكل فاكهه، او ما تشربش العصير بتاعها كتير، لا تاكل فاكهه كلها عشان فيها نسبه فايبرز، عشان تتجنب الامساك اللي عاده يكون مساحب بال. طب اهميه المكملات الغذائيه، يعني مهمة في جداً. ناس منهم ما بيقدروش في الشهور الاولى ان هم ما بيستحملوش ده وارد جدا، ودي مشكله بتجي لنا كتير، دكتور مش قادر اخد الفيتامين، بيتعب معدتي، مش متقبلاه، بحس بريحه طول اليوم. فبنقول لها الحاجات المهمه قوي زي الفوليك اسيد اللي هو الاساسي عشان صحه الجنين،
دي لفترة أول 3 شهور، بعد كده الوحم بيقل بالتدريج، فبنقول لها لازم تحرص إن هي تاخد المكملات الغذائية، الكالسيوم، المالتي فيتامينز، لأن معظم الأكل دلوقتي عندنا فيه بيبقى مصنع وحاجات زي كده، مش الفايدة بتاعته مش محتاجة سبورت معاه. عادي مسموح أكل اللحم النيء؟ لا لا لا، كل الرو فودز نوت ألاود، يعني مش مسموح لها أبدا، اللحوم النية، السوشي، الروز بيف، الحاجات دي كلها، اللانش، المرتديلا، كل ده ممنوع. طب المشروبات، في مشروبات ممكن تحفز المخاض المبكر مثلا؟ الحاجات دي دايما في الزيارة الأولى للحامل مع الدكتور بتاعها بينبهها ايه المفروض تتجنبه، ايه الحاجات تتجنبها، النباتات العطرية الحادة، القرفة، الجنزبيل، المرمية. هل بالفعل هذه تؤثر الزهورات على الحمل؟ طبعا بتعمل تقلصات مبكرة. الزهورات حتى شربها؟ الزهورات طبعا، لان بتعمل تقلصات. زي واللي عندنا مثلا، حتى يقولون ايضا القطط والحيوانات والحيوانات في بعض الحيوانات بنقول تتجنب التعامل او التعامل القريب مع الحيوانات. اللهم في بعض الستات تقول لا انا عندي قطتي وطول عمري عندها وبهتم بتطعيمها وكده، اقول لها اوكي هي متطعمه ونظيفه وكل حاجه، بس ممكن الشعر بتاع القطط يعمل لها نوع من الحساسيه، ما تتعاملش معاها بتلاصق شديد، ما تبقاش في سريرها، مش طول اليوم معاها، بس مش بتسبب الاجهاض، لان انا سمعت كتير في بعض الحالات، بس دي اللي هي القطط اللي ما فيش رعايه، مش واخده التطعيم بتاعها، ممكن تلاقي التوكسوبلازما، فمش بنحبذ قوي ان احنا قطط الشارع مثلا. ايوه قطط الشارع بنقول لا، ممنوع تماما. طب صبغه الشعر، عفوا، دي نقطه مهمه جدا، معظم الستات بتسالني ممكن اصبغ يا دكتور؟ اقول لها بعد الشهر الخامس ممكن استخدم صبغه الشعر بشكل محدود، وانواع الصبغه ما يكونش فيها الامونيا، ما يكونش فيها مواد كيميائيه كتيره، ونبعد عن فروه الراس بمسافه معقوله. عادي في اي شهر من الخامس؟ من بعد الشهر الخامس ممكن تبدا تستخدم صبغه، بس ما تسرفش في الصبغات، والافضل نتجنبها. ليه؟ لان يعني ما هي الحمل داخلي ولكن هذا الشعر خارجي. ايوه بس احنا عارفين ان فروه الراس عندنا فيها اعلى نسبه اوعيه دمويه، والامتصاص فيها بيبقى الى حد ما كبير، ودي مواد كيميائيه ممكن يكون لها تاثير، احيانا يكون هي مسؤوله عن بعض التشوهات في الاجنه، فبنفضل نتجنبها. طيب شكرا لك يا دكتوره على وجودك معنا اليوم في صباح العربيه. كانت معنا الدكتوره دينا الشربجي، اخصائيه امراض نساء وولاده، التي كانت معنا في الاستوديو. ميرسي جدا، انا سعيده بالفعل. دكتوره استحملتينا على اسئله بسيطه. بالعكس، بس اسئله بسيطه والله. الله يخليك.